طيب نروح معاكم لخبر تاني عن نفس البطولة ولكن من جانب منتخبنا الوطني لكرة اليد اللي حاليا متواجد في معسكر في الغردقة استعدادا لهذا الحدث العالمي. الفريق بيؤدي تدريبات حاليا قوية جدا وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للمنتخب عشان يقدروا يوصلوا باللاعبين لأعلى معدل بدني وفني. كمان بالنسبة للاعبين المحترفين ففي مجموعة منهم هينضموا في نوفمبر الجاي إن شاء الله، من ضمنهم محمد ممدوح هاشم لاعب بنادي دينامو بوخارست الروماني، محمد سند بنادي نيم الفرنسي، أحمد هشام بنادي إكسون بروفنس الفرنسي، وعلي زين بنادي الشرقة الإماراتي، وأيضا كريم هنداوي في نادي كوستانتا الروماني، ويحيى خالد المحترف بنادي فيسبيرم المجري. يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين هيتم تدعيم المنتخب بيهم إن شاء الله من اللاعبين المحترفين.